بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا حابب أتكلم معاكم عن فرص رائعة للشباب، للطلاب اللي حابين يدرسوا خارج بلادهم. أنت مثلا مصري وحابب أن أنت تجرب أن أنت تسافر، وأنت لسه كده ما شاء الله صغير ولسه مخلص الثانوية العامة، وحابب تاخد تجربة ان انت تحصل على منحة في بلد غربي او حتى في بلد عربي. انا جايب لك النهاردة ايضا فرصة رائعة في بلد عربي في الخليج. المنحة هتغطي لك كل حاجة، جميع المصاريف حتى تذكرة الطيران وكل حاجة. فتعالوا نتكلم عن المنحتين، واهم شيء ان انت يعني تستخير ربنا وتفكر بهدوء وبعقلانية وتشوف ايه الاحسن لك وايه اللي يصلح لك. لو يصلح لك ان انت تدرس في بلدك خليك في بلدك. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. طبعا ده العالم العربي من المحيط الى الخليج. نفترض ان انت هنا مثلا في مصر، شوفوا بقى البلد اللي انا اكلمكم عنها فين، تعالوا ندور كده عليها في اخر الدنيا، هي دي طبعا كده عرفتوها. انا بتكلم عن نيوزيلندا، ولو ضغطت على العنوان، طبعا انا اخذ العنوان من الويب سايت، هو ده المكان اللي انا هروح دلوقتي حالا قدامكم على الويب سايت بتاعه واتكلم عن المنح الرائعة اللي هم عاطينها لنا. انا عادة دي طريقتي يا شباب، خلوني بس ادردش معاكم في دقيقة كده او حاجة عن طريقتي في البحث. يعني انا عادة بعمل كده. انا فاكر لما زمان حبيت اروح اشتغل في جامعة انديانا، اول حاجة عملتها رحت على جوجل ايرث وشفت العنوان بتاعهم فين، وبحثت عن المركز الاسلامي في مدينة اسمها بلومنغتون في انديانا. دي كانت اول خطوة ليا طبعا بعد ما قبلوني يعني. فهو ده المركز الإسلامي اللي يعني له معزة خاصة في قلبي، حقيقة أنا بحبه جدا وبعتز بيه وبعتز بالناس اللي في هذا المكان. ده الجامع طبعا مركز إسلامي صغير، لكن الجميل إن هو بإيه بقى؟ الجميل إن هو بكلمة سر. يعني أنت عندك كلمة السر تفتح الباب بتاع الجامع. إحنا هناك ما اسموش مسجد، هو اسمه مركز إسلامي، لأن هو دوره مش فقط إن ده جامع زي الجوامع اللي في بلادنا العربية، لا، هنا بيبقى فيه 100,000 حاجة تانية بتتعمل. أنا أفرجكم حتى هنا كده، لو نزلت بهذا الشخص كده يفرجكم على المكان. سلام، يعني هذا هو المكان، له معزة خاصة في قلبي. المهم أقول لكم بس بسرعة على طريقتي في البحث كده في هذا المكان. أنا عادة أدور أشوف المركز الإسلامي ده إيه أخباره، أحاول أتواصل معهم. فأنتم عارفين أن دائما وأبدا مبدأي الناس بالناس، مش كده؟ ومن يعن يعن. سبحان الله، ربنا وقف لي حد يعني هذا الشخص. أنا أحكي لكم في دقيقة كده بسرعة القصة عشان ناخد منها العظة. أنا تواصلت مع المركز الإسلامي، أنا ما عنديش فكرة عن المكان. المطار بيبعد تقريبا ساعة أو يعني ساعة ونص من المدينة في إنديانابوليس، وهنا دي مدينة اسمها بلومنغتون. فانا ما اعرفش اي شيء، واول مره اروح هذه الجامعه وهذه المدينه. بعت ايميل، حد رد عليا من المركز الاسلامي قال لي ابعت لنا انت هتيجي امتى، واحنا ان شاء الله هنستناك وننتظرك وناخدك من المطار، مطار انديانابوليس اللي بيبعد كتير عن المدينه اللي انا اشتغل فيها. فوقد كان يعني انا والله يعني قلت والله الناس دول يعني حاجه عظمه قوي يشكروا، لكن هل فعلا هيصدقوا ان هو حد هيجي لي بقى وكده؟ فعلا سبحان الله، نزلت من الطياره لقيت حد مستنيني، دكتور محترم جدا وشه كده منور، اسمه دكتور عمرو. وهذا الدكتور المحترم خدني بالحضن ويعني رحب بيا جدا، وبقى يشيل معايا الشنطه وانا بقيت محرج والله. لكم ان تتخيلوا يا ساده ان هذا الرجل المحترم اللي جالي بنفسه خبط المشوار وبقى يساعدني في شيل الشنط. هذا الرجل انا اكتشفت فيما بعد انه كبير اساتذه كليه الهندسه، وده فقط اللي بيشرف على الدكتوراه للطلاب الامريكيين والماجستير، يعني حاجه كده عظمه. فعلا ساعتها عرفت سبحان الله ان كما تعين تعان، وان دعوه الام لابنها اينما ذهب بتعود له وبتوقف له ناس ولاد حلال زي ما احنا بنقول. ده اللي انا بس حبيت اشاركه معاكم في هذه النقطة. هبكلمكم عن ناس
آخرين في مواقف أخرى إن شاء الله فيما بعد. خلوني بقى أرجع معاكم لنيوزيلندا. إحنا خلاص عرفنا المكان اللي إحنا هنتكلم عنه هو في نيوزيلندا الناطقة للغة الإنجليزية. ده الويب سايت اللي أنا عايزه اللي هو mfat.gov.nz. NZ اللي هي نيوزيلندا أو نيوزيلندا. تيجي هنا بتضغط على scholarships. أول حاجة هنا بختار types of New Zealand scholarships. بقى بختار رقم واحد. أنا يعني هسيب لكم طبعا الرابط اللي تروحوا عليه على طول. هي دي اللي أنا عايزها. أول خطوة بيقول لك هل أنت فعلا ممكن تيجي عندنا بلدك من البلاد اللي احنا بنقبلها. Is it eligible؟ أنت من البلاد اللي بتقال عليها eligible countries. أنا مثلا من مصر African countries. أضغط هنا ألاقي البلاد هنا أهو. هلاقي مصر Egypt. الشباب بقى من الجزائر. الشباب من طبعا بتكلم عن البلاد العربية. من المغرب العربي. هنا عندي ايه كمان؟ عندي تونس طبعا. لكن للأسف انا مش شايف ليبيا او موريتانيا او السودان. فدي برضو حاجة يعني نخلي بالنا منها ان فقط البلاد اللي موجودة قدامنا هي دي اللي هيقبلوها. غير كده مش هيبصوا اصلا في الطلب بتاعك. هم كاتبين هنا اهو we only accept applications from eligible countries. فدي نقطة مهمة جدا. طيب خلاص عرفت ان انا الحمد لله eligible. اروح على scholarships for international tertiary students. كلمة دي معناها طلاب جامعيين. نجي بعد كده على النقطة التانية اللي هي check eligibility criteria. المعايير بقى اللي من خلالها هعرف ان انا ممكن اتقبل ولا لا. تضغط هنا وتجيب على الاسئلة. زي ايه الاسئلة دي؟ هو هنا بيدي لك نوعية من الاسئلة زي which country you hold citizenship in. يعني انت جنسيتك ايه هي. how long you have been living in your home country. على فكرة في اي وقت لو عايز يعني بالعربي اضغط هنا right click و translate to اللغة العربية. هيجيب لك الترجمة على طول. في اي بلد تحمل الجنسية. كم من الوقت كنت تعيش في وطنك. كم خبرة العمل لديك. دي نقطة من النقاط المهمة. لازم يكون عندك خبرة في المجال اللي انت حابب تقدم عشان تاخد منحة منه. فدي نقطة مهمة. وهي دي النقطة اللي بتوضح كلامي. هي دي الجزئية اهي اللي بيقولك فيها if you have already completed some of your previous qualifications in English your preferred education institution may not require any IELTS, TOEFL, PTE academic or Cambridge academic English advanced scores for you. ممكن ما يطلبوش منك. اذا هم مش بيدققوا قوي على النقطة دي لكن يفضل طبعا. انا شخصيا ارى يعني وقولا واحدا لو انت لغتك ضعيفة ما يعني لا تقدم على هذه النوعية من المنح لان هتتعب يعني. لدرجة انه بيقولك لو انت اتقبلت وانت لغتك مش قد كده احنا هندرس لك اللغة الانجليزية عندنا وهندفع لك كمان المصاريف. هنروح ل المنحة الأخرى اللي أنا قلت لكم عليها في البداية من بلد عربي هي جامعة قطر. على فكرة مستوى التعليم في جامعة قطر مستوى محترم جدا. أنت بتيجي هنا على القبول وبتختار طبعا لو أنت عايز بقى القبول في البكالوريوس هنا الدراسات العليا. خليك مثلا هنا في البكالوريوس هتلاقي هنا المنح الدراسية. هذه المنحة هي تقدر تقدم عليها من 11 أكتوبر حتى 3 نوفمبر. وهنا طبعا زي ما انتم شايفين تاريخ فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس. طبعا كل التفاصيل طبعا بقى تقدروا تقروها بالعربي. كل حاجة واضحة جدا وسهلة. تيجي هنا على أنواع المنح. هنا بس بفرجك على طبعا هنتكلم على منحة قطر. إن مش بس منح داخلية للناس القطريين أو لمن يعيش في قطر. لا هي دي اللي أنا عايزها المنح الخارجية. إذن هو هنا كمان بيوفر لك منح وبيوفر لك كل حاجة حقيقة. هنا بيقولك المنافع تشمل الإعفاء من الرسوم والكتب إلى الحصول على سكن وتذاكر سنوية لبلد الطالب الأصلي ويعني كل حاجة حتى الإقامة على كفالة الجامعة. أنا لو مكانك لو يرجع بي الزمن يعني أنا بصراحة لا يمكن أفوت فرص من هذه النوعية. أنا هقدم هنا وهنا وهنا لحد ما أشوف حاجة ممكن يعني ألاقي نفسي فيها وإن أنا فعلا ممكن أروح وأسافر وأشتغل وأنمي من قدراتي وحقق طموحاتي اللي أنا أكون عايز أوصل لها في هذه الدنيا. طبعا بما أن جامعة قطر بلد عربي فممكن الدراسة فيه طبعا بتكون باللغة العربية وفي أشياء باللغة الإنجليزية. على ما أتذكر لو أنت بتتكلم عن ماجستير أو دكتوراه لازم يكون عندك شهادة لإتقان اللغة الإنجليزية. فدائما زي ما انتم شايفين دائما دائما اللغة الإنجليزية بتتوغل في كل حاجة. فلو أنت ده طموحك من النهاردة لازم تروح تشترك في أي دورة غير الأونلاين. يعني حتى أنت روح مكان زي البريتش كونسل أو الأماكن اللي هي زي الأمريكان يونيفرسيتي إن كايرو. أي حاجة من هذه الأشياء اللي بتقدم شهادات محترمة ادرس فيها
ونمي من مهاراتك. لو انت تحت العشرين، لا، او انت لسه متخرج او لسه طالب، خد هذه النصيحة بجدية. ولازم، والله هو ده المفتاح لكل حاجة، اللغة الانجليزية. صدقني بعد كده الدنيا كلها هتتفتح قدامك كده ابوابها، وربنا يكرمك دايما. انا دوري ان انا بفرجكم على اشياء، انا دايما بيجي لي على الايميل يعني النيوزليترز وكده، بما اني استاذ في الجامعة فبيجي لي هذه الاشياء والمنح ويعني الفرص وهذه الاشياء، فحابب انا كمان اساعدكم بيها. والله انا غرضي بشكل عام في القناة بتاعتي ان انا اقدم لكم كل ما هو مفيد ويساعدكم في حياتكم. هذه الفكرة، ان انتم تنجحوا، ان انتم تتقدموا اكتر وتتطوروا اكتر في جميع مناحي الحياة. هذه الفكرة، ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي، ان شاء الله اجيب لكم دائما كل ما هو جديد في جميع المجالات اللي انا دائما وابدا بتكلم عنها معاكم. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا لكم، ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعن يعن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.